توحيد المرجعية الدينية للأمة الجزائرية وإنشاء المجلس الأعلى للإفتاء هي دعوة أطلقها مرشح رئاسيات عبد القادر بن قرينة أمام أنصاره بولاية قسنطينة. أدعو من قسنطينة إلى ترقية عمل ووظائف الشؤون الدينية أولاً بتوحيد المرجعية الدينية للأمة الجزائرية، إنشاء مجلس أعلى للإفتاء حتى لا يتصدر الإفتاء أي شخص ليس له من العلم الشرعي، ومن مرجعية الأمة الجزائرية المتمثلة في عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة. كما رفع بن قرينة في تجمعه الشعبي من ولاية الجسور المعلقة لصالح تعميم استعمال اللغة العربية في حال وصوله إلى سدة الحكم. ومن هنا أثبت شيء، بأن بعد فوزي والمؤمنون عند شروطهم فإنني في خلال الأسبوع الأول سوف أعمم استعمال اللغة العربية التي ناظر من أجلها الإمام عبد الحميد بن بديس وإخواني في جمعية البشير والعقبي والورتلاني وغيره من علماء الجزائر المصلحين الصالحين. مرشح حركة البناء الوطني تعهد في خطاب الانتخابي بتأسيس أقطاب اقتصادية وعلمية، وتكون حسبه قسنطينة أول قطب علمي.